بن مرياح على الشلي. طن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. حارة. اوبا ده جامدة يا عم. نايس. ممتازة. بنينا. رائعة. حلوة بس حارة والله، بس عادها قوية. طب ميسي يا لو. عسل. الله حارة. حارة. تحب تزيد زيد. هذه تفيد حتى على شان الجو. نفس النوبة استخدمه. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الويكاند. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على تجميل الدوالي في الساقين، باش نشوفوا لي فاغيس هذوما شنو الحلول باش نحيوهم، كيما باش نحكيو على السوائل اللي ساعات ناخذوهم اما يبلوكيو البدن ما يخليوناش نضعفوا، باش نحكيو على الطريقة المثلى للطهي مع مدام رفقة المولهية كيما العادة بليزاسيوس نتاعها. دونك هذا وغيره في حلقتنا اليوم من الويكاند، ما تبدلوش القناة ومع بعضنا نقولوا مرحبا شيف سامي. عسلامة فاطمة، مرحبا بكافة مشاهدينا، بطبيعة كالعادة مدلينكم في كل ايبيزود من الويكاند. اليوم عنا الكسكسي بالحوت، معه هو باش نعملوا زادة دي باركيت خفيف نظاف، معهم بطبيعة الحاجة راح هو اللي هي الرولي بالكريم باتيسير بطبيعة من عند صناعة الشيف اللي بالبيستاش، ومع هذه الكل زادة فما الكوكتيل متاعنا. دونك اقعدوا معنا وما تبعدوش. يعطيك الصحة شيف، خلينا نبداو. دونك خليني تويكا نرحب بضيفاتي منورة بلاتو الويكاند. نبداو نرحبوا مدام والدكتورة رفقة المولهي أخصائية في الصناعات الغذائية، مرحبا بك. عسلامة. مرحبا. عسلامة الناس الكل. اليوم باش نحكي لكم على طرق الطهي وأفضل طريقة نجموا نستعملوها في كوجينتنا في المطبخ نتاعنا باش نطيبوا فيها بطريقة صحية. مرحبا يا عايد. يا دونك هذه باش نشوفوها المرة الأخرى، حكينا على شنو الأدوات الطهي، المرة هذه باش نحكيو على كيفاش باش نطيبوا. معقول؟ المرة الجاية باش نحكي كيفاش باش نغسلوا المعونة اللي طيبنا فيها. دونك حتى الروبريك هذه فاطمة نسميوها نمط عيش صحي. والله وإن شاء الله نقولها سبونسور مدام، هذا الحاجة المهمة زادة. حاجة مهمة. دونك نرحبوا زادة مدام أميرة دوغمان اللي هي أخصائية التغذية، مرحبا بك. مرحبا فاطمة. دونك اليوم باش نحكيو على السوائل وكيفاش ينجموا يكونوا عائق وإلا عندهم تأثير سلبي على أنه ينقصونا في الميزان، معناها في الريجيم أليمونتيغ أون جينيرال. هذه حاجة مهمة زادة على خاطر السائل ويعطل. دونك دكتورة لهنا في الحكاية باش نعملوا ديبا كبيرة بعد شويه. رحبوا بمدام هدى بن عثمان ممثله عن لابوغاتوار كوالفي، مرحبا بك مدام. عايشك فاطمه. دونك انا كاخصائيه تغذيه ديما انا نقول
الوجه والشعر هما مرآة الجسم نتاعنا. دونك اليوم على بوغاتوار كوالفي باش نحكيو على المكمل الغذائي اي بوست اللي هو اون فيت يعطينا لا بون مين، وشكون ما يحبش هكا باش نحكيو على الاشراق نتاع الوجه. دونك استنيونا ديما عاملين حاجات مزيانه لابوغاتوار كوالفي. دونك يعطيهم صحه في البرودوي نتاعهم اللي هما 100% طبيعيين. نعم. دونك هذا شعرنا في البروميير بارتي وبرشا مفاجات بيان سور في الحوارات نتاعنا. اما خلينا نشوفوا الشيف سامي والانطلاقه معاه. مشكورة فاطمة، مرحبا بالطبيعة بضيوفنا. باش نبداو احنا الريسيت نتاعنا الأولانية كالعادة، الكسكسي بالحوت. أنا أول حاجة خذيتها كما قلت اخترت اليوم الغراب اللي هو لو ماغر، توا موجود ماهوش غالي برشا وبالحق بنين برشا، يقرب شوية للمناني للعباد اللي ما تعرفوش. عملت له الماريناد نتاعو اللي فيها ملح، فلفل أكحل، ثوم، بالطبيعة هريسة سيكام، شوية كمون وشوية زيت زيتونة. حركتهم الكل مع بعضهم وخليتهم شوية نتاع سويعة سويعة ونص. وباش نبدا باول ايتاب اللي هي باش ناخذ الراس قصيته على اثنين زاده مفوحه معاهم، اللي باش نقليه اول حاجه اللي باش يسيب الجو نتاعو بالطبيعه. دونك باش ناخذ جوست الراس بور لو مومون باش نقليه شويه باش يسيب اكل جو نتاع الحوت. دو بريفيرونس الراس زاده تنحيو العينين باش ما يسيبش كل معناتها الجو امير، وتخليه يتقلى موش يبدا زيد الزيت سخون برشا باش ما يتحرقش. مع هذا بالطبيعه باش نزيدوا الطماطم دوبل كونسونتري تاع سيكا، ومغيفه صغيره هريسه خاطر انا وزوزت زيد الحوت نتاعي. ومع هذاك العاده الثوم، الفحات الكلاسيك بالطبيعه نتاع الحوت، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وشوية تابل. الكمون أنا كيما العادة نحطه في الأخر بالكل زادة باش ما يسيبش المرورية نتاعو. دونك هادوما الكل باش نخرطهم مع بعضهم. باش نبدا نزيد بالماء بشوية بشوية سلتو من الأول، زاد حضرت الخضره نتاعي اللي هي قرع اخضر جوست وبطاطا، يعني نحط فيه كسكسي بالحوت باش نزيدوهم من بعد. دونك هذا باش نخليه يطيب في عقله، ومن بعد نكملوا ليزيتاب بالطبيعه نتاع لي ريسيت نتاعنا. يعطيك الصحه شيف، ما حسيت دكتوره رفقه تغزلك على جنب، استاذتك تغزلك على جنب، هذولي طريقه الطهي نتاعو غلطه ولا كيفاش؟ إيه نغزلوا بالبعض نفسر طريقة الطهي اللي هو قاعد يطيب بها. خلينا نبداو معاك انت مدام، مثالش فرد موضوع نحكي يلا. دونك اللي طيب واللي عملوا كله صحيح ومدروس راهو، مش هكاكا نطيبوا هكاكا. دونك هو قال باش يعمل لاكوش بروتكتريس، دونك باش يخلي لي فيتامين واللي مينيرو وسط الحوت هذيك والا اللحمه هذيك، وبعد يمرق بالسخون باش يخلي شويه ايشونج، اما مش برشا. أوكي. اللي نعرفه مدام واللي يقولون عليه يقول لك التقليه لا، ماذا بينا ما نقليوش وقت نجي نطيب؟ احنا التقليه شو فاطمه شنو هو؟ اول حاجه احنا شنو نقلي؟ احنا نقليو البصل. صحيح. البصل بطبيعتنا من بعد نزيدوا بصل، نحنا في طنجرتنا ابار اللي باش نقليو به. دونك نعملوه نقليو ما نطلعوش برشا في السخانه، اما المشكله مش في التقليه، المشكله نختاروا الزيت المناسب للتقليه. على خاطر الزيت، وفما حاجه غلطه برشا العباد تخيلي اللي زيت الزيتونه ما يصلحش للتقليه، زيت الزيتونه يصلح للتقليه خير من انواع الزيوت الكل قاعدين يبيعوا فيها. ركزونا لو دخلتونا بعضنا والتونس فوالا هذا صحيح. دونك ديما نحن من المستحسن نستعملوا الزيوت اللي احاديه الاشباع في التقليه وفي التطيب خير من اللي نستعملوا الزيوت اللي معدده الاشباع كيما المايز كيما التونسول اللي يصلحوا اكثر للاسيزونمون. دونك لي فريتور بلات يمشي معاها اكثر زيت زيتونه، سوف كو زيت زيتونه فما شكون ما يحبسش الطعمه القويه نتاعو، وزيد غالي علينا غالي على الناس الكل. دونك احنا نستعملوا الزيوت الاخرى، اما هو زيت زيتونه منصوح به تقلي شويه بصل. الثوم لي باغ كونتر، الثوم ما يلزمناش نقليوه. دونك عندنا برشا خضروات ما يلزمناش نقليوها في الزيت خاطر تفقد برشا من القيمه الغذائيه نتاعها. الطماطم مثلا احنا نقليو الطماطم الطماطم تتقلى، اول حاجه هي الطماطم كونسيف، وبالعكس الطماطم يلزمها تطيب وتتقلى بالكدا على خاطر فيها ليكوبين. ليكوبين هذايا التركيز نتاعو يعلى وقت اللي نزيدو نطيبو. عندك الطماطم، عندك السفناريا،
عندك السلق وعندك الشامبينيون، هذوما الاربعه على قد ما طيبهم على قد ما المنافع نتاعهم تزيد تعلى. كي يبداو طيبين خير من يبداو نيين، كيما سلطه ام كحوريه مثلا راهي مغذيه برشا خير من تاع تاخذها الاسفنيريا غابي في سلطه معناها كرو نيه. شوف دونك هذوما بالنسبه للحاجات النيين والحاجات الطيبين. ابار هذوما الكل دونك الاخرين الكل كي نطيبوهم باش يفقدوا شويه حاجات من قيمتهم الغذائيه. دونك هالقيمه الغذائيه هذه كيفاش يفقدوها؟ يفقدوها كي نطلعوا برشا في درجه الحراره. دونك درجه الحراره خاصه عن ثلاثه فيتامينات يذيعوا لنا برشا بالحراره اللي هما الا والبي والسي. واكثر حاجه السي، يبدا السي، يبدا السي يذيع الاولاني، السي كي نفوتوا 60 درجه باش يذيع، من بعده يجي البي في 90 وفي المية باش يجينا الا. دونك هذوما ثلاثه فيتامينات رانا باش نفقدوهم في التطيب، هذاك علاش ناس قبل يقول لك سله سله. هديوه هديوه. دونك على قد ما تطيح في التمبيراتور وتشد بزايد وقت تو فا غاردي اول حاجه الفيتامينات و تو فا غاردي زاد لي مينيرو المعادن نتاعك، خاطر المعادن باش تمشي لك في لو دو كويسون. فهمتك. في الماء هذاك وكي تمرق ماذا بيك ما تزيدش برشا كونتيتي، ديجا انت كي تنقص في نسبه الماء باش تمرق به باش تجيك ابن الماكله وباش تنقص من فقدان هذوما المعادن والفيتامينات. دونك نمرقوا باقل ماء ونخليه بزيد وقت اما اقل تمبيراتور. دونك هذا بالنسبه للميجوتي اللي هو عندنا ميكس اللي هو اسلوب من الاساليب المختلطه، معناها باش نركزوا المعادن والفيتامينات وسط اللحمه وباش يخرج لنا شويه لبرا. فما اساليب اخرى، هما ثلاثة اساليب، فما المختلط، فما التوسع اللي هو ليكسبونسيون، وفما لا كونسونتراسيون اللي هو التركيز. التركيز باش نركزوا المعادن والفيتامينات في الماكله نتاعنا كيفاش نعملوا، يزمك كي طيب هكا اللحمه ولا الخضره باش تعمل كتش. التش هذيك كي طيشتها باش تعمل لا كوش اكسترن، دونك انت باش تركز الفوائد الغذائيه الكل وسط اللحمه نتاعك. اللي هما المشوى الجرياد التقليه كسوا بلات والا بروفوند معناها سطحيه والا العميقه، السوتي معناها شويه زيت والا زبده تعمل فيه الخضره نتاعك. دونك هذوما هما الحاجات والفور زاده، هذوما الحاجات اللي باش تركز فيهم انت القيمه الغذائيه وسط الماكله نتاعك. الاكسبونسيون اللي هي التوسع هذايا باش تسلق والا باش تغلي والا باش تحط ماء سخون بلانشيمون تبييض يسمى وباش ترمي فيه الخضره نتاعك ولا الغل، واللي ما يلزم ديباك اشو. علاش؟ على قد ما تنقص الوقت اللي باش يعديه لاليمون وسط الماء هذاك راك باش تربح اكثر فائده غذائيه. وفي الاكسبونسيون توا في التركيز ما انا باش ناكلوا اللحمه ولا الخضره باش ناكلوها، في الاكسبونسيون يلزمنا نستعملوا زوز. اللو دو كويسون ما يلزموش يتلوح على خاطرنا فيه برشا فيتامينات باش تتعدي لنا اللي هي الفيتامينات القابله للذوبان في الماء، وفيه برشا معادن. دونك يا نعملوا به يا نمرقوا به، يا نعملوا به حسو يا نعملوا به شوربه، المهم لازمنا نستغلوه باش ما نخسروش هكا الفوائد نتاعو هذوكم الكل. مدام جوست فسالي طريقه الطهي، على الاقل نحكي على الطهي نتاعي صحيحه ولا غلطه؟ باغ اكزومبل انا اللحم ولا الدجاج ولا غيره نحطه يتسمط قبل، نحسوا بريسك طاب، وقتها نبدا نزيدوا للماكله نتاعي اللي طيبت لها الصوص نتاعها وغيره، حاجه غلطه ولا لا؟ لا ماهيش غلطه، هي حاجه سليمه، اما راهو انت باش تكون تعرف اللي انت ديجا خسرت شويه من الدهون، كي انت تحب حاجه ناقصه معناها دهون، باش تنقص شويه من الدهون وسط الماء اللي انت غليت فيه، وزاده باش تنقص شويه فيتامينات واملاح معدنيه زاده في الماء هذاك، اما هو باش نقول لك فاطمه احنا رانا من اللحوم المصدر الحاجه اللي ناخذوها اكثر حاجه من اللحوم هي البروتيدات، والبروتيدات السخانه ما تاثرش فيها. بالعكس على قد ما طيب البروتيدات باش تولي تسهل عمليه الهضم وتتحصل على احماض امينيه اللي هي باش تعطيك البنه وباش تسهل لك عمليه الهضم من بعد بالنسبه لك انت. هذوما البروتيدات اللي هما نحكيو على اللحوم معناها. بالنسبه للحوم معناها بروتيدات نباتيه والا الحيوانيه كيف كيف. بالنسبه للبروتيدات النباتيه بالعكس اللي نلقاوها في البقول الجافه راهو هكا الترومباج هذيك التبييت ليله في الماء راهي مهمه على الاخر. علاش؟ باش من بعد ما تعملش هكا الغازات وتسهل لنا عملية الهضم. دونك يلزمها تتنفخ 24 ساعة بالحساب بالقياس علميا باش هي تتخلص لنا من فما حاجات تضاد تعكس عمل الانزيمات اللي هما نسميهم ليزينيبيتور دالفا اميلاز، هذوكم احنا كي نخليوها ليله كامله في الماء باش نتخلصوا منهم باش نجموا احنا ناكلوهم. دونك هذوما بالنسبه
للبقول الجافه. بالنسبه للفواكه الجافه والا مثلا الحمص باش تعمل انت دراع باش تعمل بيهم بعد غريبه يلزموا توغيفي التحمير. التحمير هذاك زاد انت كانت هي في سوبات اكل بذره هذيك انت باش تنحي البلوكاج نتاع السوبات هذاك باش نجمو ناكلوها. كيفاش نحياك البلوكاج هذاك؟ بالتجمير بالتحمير والا بالتنفيخ بالنسبه للبقول الجافه. فهمت؟ باش تولي معناها احنا عمليه الهضم اسهل من معناها سهلة بارابور للي معناها ما نعملوش لهذه الطرق هذيا. به هذوما طرق التهي فطومه. توا ديجا فما برشا توندونس هاو كيف تجي في الفور هاو الحاجات اللي كنا نعملوهم شربه ولاو يعملوهم مفوره. المحمصه راهي تتفور زاده دونك ولاو يدخلوا في الفور باش نخسر باش معناها نقصوا شويه من كميه الزيت. الزيت نجموا نزيدوه من بعد في الطنجره. هذا هو فوالا. دونك تستعمل من الاول كونتيتي صغيره دوبا التقليه باش يعطيك هكا البنه هذيك ومن بعد تزيد اللي تحب مغرفه ولا مغرفتين زيت زيتونه من بعد دوبا باش تجي طفي. والفلفل راهو في حكمه كي نزيدوه في الاخر خاطر الفيتامين سي في الفلفل اللي هو تخي ريج اون فيتامين سي نخسروه برشا بالطياب. دونك نوليه وقت اللي انت تطفي على الطنجره في الاخر ترمي هكا قرين الفلفل نتاعك باش تستحفظ على الفيتامين سي. مش لازم يطيب مع لا مش لازم يطيب الفلفل هكاك دونك نرميه في الاخر باش نحافظوا على الفيتامين سي. فهمت. هذا معناتها الحكمه نتاع الماكله اون جينيرال معناتها كيفاش نطيبوا كل شيء معناها حتى لي توندونس جدد ماهمش غالطين صحيين زاده ما فقدوناش الفيتامينات ولا القيمه نتاع الماكله نتاعنا. التوندونس جدد كيما الميكرو اوند فاطمه. لا حكيت فور انا مثلا كل شيء نحطوه في الفور حتى البريكه نحطوها في الفور ولينا حتى ولا في شويه زبده نتاع نقولوا نشوي ولينا البريك ما عادش نقليه. دونك حاجات زاده باهيه هكا باهيه خاطر تنقص لنا اول حاجه من الماده الدهنيه. اما عندنا برشا خاطر الفور راهو درجه الحراره راهي تفوت ال 200 درجه 180 درجه معناها كان عندك حاجه كيما الخضره ما مستحسن ما تدخلهاش للفور خاطر تفقد لك برشا من قيمتها الغذائيه والوقت زاده كبير برشا. باغ كونتخ فما حاجه باهيه في الفور اللي هي البابيوت اللي الخضره والا اللحمه والا الحوته تلفها في بابيي سلفيغيزي. سلفيغيزي هكا الكيغت ماهوش الالمنيوم حكينا المره اللي فاتت. دونك تلفها في الكيغت تسكرها باش ما عادش تخلي باش بوغ كاردي لي سوك ولي فيتامين وسط ماها فوسطها معناها باش تجيب في ماها. فهمت. فوالا دونك بالنسبه للفور هذه احسن طريقه. بالنسبه للطرق اللي نستعملوهم في الطهي اعز طرق توا لي كلاسي اللي هو البخار المعالج بالبخار خاطر في البخار مانيش باش نخسروا من القيمه الغذائيه نتاع الماكله نتاعنا. والوك الوك هكا اللي تبدا هكا اغوندي شويه ماتيغ غراس وتحط فيها خضره الحم دونك هذوما اي سوتي فوالا سوتي في الوك هذوما هذوما من احسن الطرق الطهي اللي توا كلاسي معناها المصنفه. حاجه اخرى فاطمه اللي هي في طريقه القصان والتقشير مثلا الخضره ديما كي تخليها بقشرتها ديما خي خاطر اول حاجه القشره غنيه برشا بالفيتامين بي وثاني حاجه باش تحميك ما تخليش الكعبه الخضره تخسر برشا من قيمتها الغذائيه. دونك انت كنت تعمل لها ان سامبل غراتاج بحكاكه خير من اللي تنحي لها قشرتها الكل. اها فوالا تقصها دي مورسو كبار خير من تقصها دي مورسو صغار. ديما على قد ما انت تنقى تكبر معناها في السيرفاس دي شانج على قد ما تضيع لك برشا من الماكله نتاعك. فهمت. كذا مثلا حتى في قصن السلطه ولا كل شيء انت في بالك توا فاطمه قصن السلطه كي وقت اللي تو ريسبكت لي سيلول لا فورم دو لا سيلول معناها تقص باليد تتاخذ منها اكثر منفعه مثلا خس توا لعبت خس ولا تقصوها كيف باليد. فهمتك اي باش ما يفقدش حتى اللون نتاعو ما يفقدش حتى اللون نتاعو. فطومه ما نعرفش كنت طولت عليك شو في الباج نتاعنا في الويكاند دونك في الفيديو اللي عنده اي حاجه يحب يسال عليها يسالني في الفيديو راني نجاوبو افيك بليزيغ. دونك كان عندكم برشا اسئله على انا كل مره يتفرجوا فينا زاده مدام اذا كان عندنا حد زين باغتي للحكايه هذه نجمو نوصلوا ان شاء الله حتى الجمعه الجايه. خاطر هذوما بالحق سوجي معناها تخي فاست. بالنسبه للمزار فطومه علاش احنا جبدنا عليه السوجي هذا خاطر فما برشا مزار في طريقة الطهي خاصة اللي هي نسميوها لا رياكسيون دو مايير. مايير هذا عالم اكتشف اللي الطهي ينجم يكون سام جدا ينجم يفرز لنا سموم وقتاش وقت اللي نطيبوا أكثر من اللازم اللي هي لا كاربونيزاسيون. هكا الأكحل اللي تعملوا اللحمة من الفوق اللي يعملوا الفريت اللي يعملوا البان دو مي غريي هذوكم الكل هكا الأكحل هذيك راهي كلها سموم.
اللي هي البطاطا. بالنسبه للبطاطا اسمه اكريلاميد، راهو دار برشا كاربونيزاسيون، معناها سي دو شاربون فحم بالنسبه للحم زاده. بالنسبه للزيت يولي يعطينا لاكرولين دو تيل فاسون انت ما عادش نجم تتنفس. دونك كي تفوت البوان فيزيون تاعو تسخنوا اكثر من لازم يفرز سموم اللي هي ياسر تضر بالصحه نتاعنا. العظمه راهو قياسها 6 مينوت. كي تفوت 6 مينوت هي يلزمها تكون مروبه على الانتيغيور ولابيض نتاعها ترانسليفسيد، اقل ما تنجمش تهضمها خاطر ما تنجمش انت عمليه الهضم ما تصيرش كوم يلفو، واكثر سما ياسر هكا الاخضر ولا الكري اللي تعملوا الاصفر هذاك من برا هذاك مش باهي حتى طرف، هذاك مواد سامه يلزمنا نبعدوا عليها لو ماكسيموم. دونك انت طريقه الطهي ديما باش تاخذوها باش نسهلوا للجماعه اللي يسمعوا فينا، اللي هو عندك لابس طون تمبيراتور، على قد ما تطلع في التمبيراتور على قد ما تطلع في الوقت نتاع الطياب راهو باش تخسر برشا حاجات وباش تتحول لك الماكله الى سموم. وحاجه اخرى بدنك باش يولي يصعب عليه الهضم، يصعب عليه الهضم وباش يولي يعمل طريقه دفاع، عندنا رياكسيون ايمونيتير كانه دخلوا فيروس، كي تجيه ماكله طايبه ياسر كانه دخلوا فيروس. واو. يحسبوا كانه ان كور اترونجي. معناها دراسات اثبتت اللي نفرجوا دي زونتيكور وقت اللي تجينا الماكله اول حاجه طايبه ياسر، وكي تسخن ياسر احنا ديجا باش نقتلوا الانزيمات اللي في الماكله اللي باش تعاوننا على طريقه الهضم. باهي اخر سؤال مدام ما كانت تسمح. توا احنا اوكي الماكله هذه طيبناها في لي نورم نقولوا احنا. ايه؟ من احنا نخليه في الفريجيدير باش نعاود من بعد نسخنه. طريقة التسخين فيها حاجات معناتها اسكو نجم دي فوا مثلا حتى مرقة ولا حاجة نزيدوها ماء ونقولوا خليها تزيد تغلي مرة أخرى ولا حاجة، دونك هذا نولي نضرها أنا الماكلة هذيك ولا؟ لا ما تضرهاش كي تسخن جوست يلزمك تعمل بورتيها ايبوليسيون معناها توصل ل 100 دوغري بور ايفيتي لي كونتاميناسيون، خاطر فما فيها ريسك كبير ما تخليهاش كيما نقولوا على نار هادية، وقت يلزمك تغليها بالعكس معناها بالعكس فوالا يلزمك تغليها خاطر وقتها تولي ليجيان ويوليو لي ميكرو أورغانيزم أون جو. به بحذنا زوز اخصائيات نتاع التغذيه اي محليه مش عارفين على شكون عاد باش يزيد لنا ولا شكون باش ينقذ لنا. انا نبدا معك مدام هدى. الكلام اللي كانت تحكي فيه تنجم تضيف لنا حاجات ولا؟ هو سورتو النقطه اللي بديت فيها انت القليين يعني خاطر احنا ديما ننصح نقولوا طيب على البارد وكل دونك حتى كي نقولوا احنا طيب على البارد سي اون فيت كيفاش تقلي لين الدرجه نتاع الحراره كيفاش تطلع ما يوصلش يكحال خاطر ساعات تبدا يحبوا هما القليه لدرجه انك مش تراها اما تحس صحيت فوالا هذيك هو الهدف اللي نحبوا نوصلوه للعبيد معناها اللي انت تقلي بالبنه كما قالت هي بروتكسيون وبنه لكن ما نوصلوش نضروا الجسم نتاعنا دونك النقطه هذه خاطر نتخيل برشا ناس معناها اللي يجوني الكابينه نقولها ما تقليش وتوا رفقه تقول النقطه هذه دونك اون فيت الحكمه في القليل توا الشيفة كورانا معناها جوست تو سامبلومون هكا نقول انا افدو افدو فوالا فوالا جوست تخرج المطعم تشم ريحه البصل والسخانه تكون نقول انا لوجيك ماهيش حراره عاليه اللي باش تضر بالماكله دونك بالعكس معناها ان شاء الله نزيدوا نوعيو انا ديما نشيخ عليها الغدريك نتاع رفقه والله فما حاجه حبيت نقولها لها فما استيوس نحب نقولها لكم اللي الزبده طيح في التمبيراتور معناها كي انت تحب تقلي بزيد شويه زيد شويه زبده طيح لك راهي في التمبيراتور زبده مش مارغرين مارغرين اي مارغرين حط مارغرين طيح لك في التمبيراتور نتاع السخانه معناها ما تحرقلكش فاسيلمون. باهي اميره جوست حبيت نرجع على التفوير بالحق من احسن لي مود دو كويسون هو المفور واللي حافظ ياسر على القيمه الغذائيه نتاعو براتيكمون يقعد انتاكت معناها تو سكي بروتيين والا خضره ما تتهريش سورتو دونك اك الفيتامينات والاملاح المعدنيه نتاعها ياسر نستحفظوا عليهم اي سورتو زاد كيما قلت فاطمه قبيله كي باش نعمل مثلا بروتيين وحبيت ننقص من المواد الدسمه اللي فيه ولا من المواد الدهنيه دونك نجم نعمله مفور اللي هو تقريبا يفقد 80% من المواد الدهنيه اللي فيه كيما اللحم الاحمر سورتو ويحافظ على القيمة الغذائية نتاعو انتاكت معناها من غير ما يفقد فيتاميناته والأملاح المعدنية في التغلية وإلا فكل اللي كي نطيبوا مرقة وإلا كي نطيبوا صوص. مي باغ كونتخ جوست في لي بات فيها شوية انكونفينيون اللي هي خاطر تقعد ياسر الوقت نتاع الكويسون يطويل برشا دونك لي بات يوليو يطلعوا برشا البيك نتاع السكر دونك يولي يعمل هيبر غليسيمي دونك جوست في لي بات نبعدوا شوية على التفوير
ماذا بينا ديما حاجه في الماء نتاعها مرتين ولا تريبل نتاعها ليكيد ولا كيما الروز والبرغل والكل خير برشا من التفوير، خاطر قد ما تقعد البات تطيب قد ما البيك نتاع السكر تولي اعلى برشا والمؤشر الجليسيمي نتاعها يعلى برشا. دونك العباد ديابيتيك ولا اللي تحب تنقص في الميزان ما يعاونهمش برشا المود دو كويسون نتاع التفوير، مي باغ كونتخ من احسن لي مود دو كويسون اللي نجمو نتبعوهم. معقوله برشا، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. ثلاثه اخصائيين نتاع التغذيه وخير اكثر من هكا دليل. دونك خلينا نخرج شويه على التغذيه ونمشي ونشوفوا الديجيتال. الناس اللي تحب تعمل تسويق نتاع الشركات نتاعها عنا لي زاستيوس كل مره نهار تحد مع مها ديجيتال ايجنسي. نشوفوا الفقره ونرجع. عسلامة، في الفيديو نتاع اليوم باش نحكيو على الخطوه الثانيه لانشاء موقع الويب. الموقع الويب من بعد ما اخترني دو نون دو دومين نتاعو باش نختارو اللانجاج دو بروغراماسيون، لهنا لازمنا نعرفو ديجا سيت نتاعنا اسكو باش يكون سيت فيترين والا سيت فونت اون لين، وشنو لي فونكسيوناليتي اللي باش يكونو في السيت. هذاك هو اللي باش يحدد لنا الشوا نتاع اللانجاج دو بروغراماسيون. سيت فيترين هو سيت كي بريزونت لي زانفورماسيون تاع اون سوسيتي، نحطو فيه زيد الخدمات نتاعنا، و سيت فونت اون لين باش يكون سيت نحطو فيه المنتوج نتاعنا للبيع اللي نجمو نتعديو بالفونت اون لين، دونك لاشا اون لين، ويكون عندنا بايمون في وسط السيت هذاك، والبايمون بيان سور لازم يكون سيكوريزي. لهنا فما حاجة أخرى سهلت لنا حياتنا اللي هما سكون أبل لي سي ام اس. السي ام اس هذايا هو أي إنسان عادي ما عندوش دي كومبيتونس ولا دي كونيسونس في الدومين نتاع الديفلوبمون ويب، راهو ينجم يعمل إنشاء موقع خاص نتاعو من غير ما يسحق على لونغاج دو بروغراماسيون هذايا أترافيغ لي سي ام اس. نجمو ننصحو بسي ام اس ووردبريس كيف يبدا السيت نتاعنا فيترين، وننصحو بسي ام اس بريستاشوب كيف يبدا السيت نتاعنا سيت فونت أون لين. دونك هذه كانت فقرة مهل حمامي، وهذوما لي زاستيوس كل مرة نعطيوكم كيفاش نجموا تسوقوا للشركات نتاعكم ولي بروجي نتاعكم عبر الانترنت. وقيت باش نحكيو على لابوغاتوار بيان سور كوال في والجديد اللي عنده مع مدام هدى بن عثمان. نعطيك الكلمة مدام. وي، لابوغاتوار كوال في دونك هي لابوغاتوار تونسية معروفة بالمكملات الغذائية بالفيتوثيرابي. هي الحاجة الباهية اللي ديما كونترولي من عند لي زورغانيزم اكريديتي. دونك اخترت اليوم انا نجم نقول لك البيست سيلر نتاع لابوغاتوار كوالفي هو الايبوست. الناس اليوم اللي تتفرج فيا سواء كانوا نساء ولا رجال نتخيل باش يعجبهم برشا المكمل هذايا، خاطر هذايا باش نحكيو على لابونمين، الوجه هكا المنعوش المفرهد. دونك سي تري امبورتون، فماش عبد ما يحبش هكا يبدا شيخ على روحه. لكن قبل ما نحكي على الايبوست المكمل هذايا، خلينا نحكيو شنو هي الحاجات السلبيه اللي تنجم تضر الجلده نتاعنا بصفه عامه. دونك الحاجه الاولانيه هي قله شربين الماء فاطمه. دونك احنا لازم تعرفوا اللي احنا كي باش نرويو الجلده نتاعنا لازمنا نشربوا الماء. دونك فما ناس توا تتفرج يقول لك انا بطبيعتي نستعمل كريم ايدراتونت، معناها ناخذ في كريمه مرطبه ديجا لاهي بوجهي، نعمل دي سوان، لكن الماء راني ما نشربش، ما نحبش نشرب الماء. صحيح هي احنا نحبوا شكون لاهي بروحه، نحب شكون يعمل لي كريم ايدراتونت، هذوما حاجه بالعكس لازم عبد يدخلها في لي زابيتود نتاعو. اما راهم لازم نعرفوا رانا احنا ما ننظفوش كامل برا، بالعكس اذا روينا من برا يلزمنا نرويه من داخل هو عن طريق شربين الماء. ما نشربش الماء لخاطرني عطشان ولا لخاطرني نعمل في سبور ولا في ريجيم ولا في الصيف. الماء راهو نشربوه نقولوا من ايتر ونص لايترتين سواء كان صيف والا شتاء. معناها سي تان بوزوان بور ايدغاتي لا بو باش نعوش الجلده نتاعي. النقطه الثانيه اللي هي كثره استهلاك الملح. نجم نقول لك الملح نتاع الطاوله اللي يتزاد ولا في حاجات معلبه ساعات نستهلكوا برشا ملح، ولا الناس اللي تاكل برشا فاست فود هذوما فيهم كميه الملح كبيره، تعمل اون ديزيدغاتاسيون دونك تشيح الجلده. كيف الماكله اللي نقولوا الزيوت المهدرجه معناها المقلي بصفه عامه يقل يبدل النوعيه نتاع الدهنيات نتاع الجلده نتاعنا. عندنا زاده كثره السكر، اون بريباراسيون فيها برشا سكر ابيض، ولا انت تعرف روحك تاكل برشا سكر ابيض. علاش السكر؟ السكر على خاطر هو يقلل من انتاج الكولاجين والالاستين. كي نقولوا كولاجين والالاستين نقولوا فيسمون، معناها نقولوا شيخوخه، معناها راهو الناس اللي تاكل برشا سكر ابيض راهو باش يظهروا عندهم لي غيد على بكري. دونك لهنا يفو فير اتونسيون. بخلاف الحاجات هذه نتاع التغذيه باش نحكيو على شويه البوليسيون، نتعرف الشمس الدخان هذوما كل ياثروا على الجلده نتاعنا. ذاك علاش احنا نقولوا حاول باش تحسن من نمط العيش نتاعك، حاول باش تاكل صحيح،
خضرة، غلة، زيوت مميزة كما زيت زيتونة، كما الفاكهة، حاجات اللي تغذي الجلد متاعي، شربين الماء، هذوما سي تري امبورتون. لهنا نجيو للمكمل الغذائي. سامحني حتى نكملوا، الدخان زاد الناس تتكيف كما يقول لك وجهه يكون مدخن ديجا. سي سا تحسه مستزرق شوية ساعات. اما تلقاهم ساعات لاهين برواحهم، اما ما فيش اندورونس، معناها وقت انت عملتك السوان وتلي تحس فما النظاره ما فيش عم تغيب النظاره هذيك، عباره انت تفسخ وتعاود ترجع، تفسخ وتعاود ترجع، دونك هذاك علاش مهم ان نقول القهوه من برا ومن داخل. هوني يجي دور المكمل الغذائي هذايا الايبوست، دونك غني بالاملاح والمعادن والفيتامينات، فيه الفيتامين ا دي او كا، هذوما الكلهم الدور نتاعهم باش يعطيو النظاره. وحنا كي نحكيو ديما نقولوا اعطينا حاجه تقوي الجلد نتاعنا، معناها تحميها من التاكسد. فاطمه التاكسد هو حاجات تجي من اللي حكينا عليه احنا توا، هذوما الحاجات السلبيه، الوجه يولي اصفر، يولي تاعب، يولي شاحب، يولي سيغني، يولي فما ديزامبيرفيكسيون، يولي فما ديتاش، تحس لا كولور ماهيش اوموجين، هذه كل من السلبيات اللي انا كنت نحكي عليهم، دونك هذا الكل احنا نحبوا نصلحوا فوالا، دونك كيما قلنا نحاولوا باش نصلحوا من رواحنا، ولهنا المكمل الغذائي الايبوس باش يعاوننا، سواء كان المكمل غني بالاملاح والمعادن، فيه الفيتامينات كيما الفيتامين او، الفيتامين ا، دي، كا، هذوما يعطيو النظاره. وخاصة خاصة في لا فيتامين سي اللي هي سيتان انتي اوكسيدان، كي نقولوا انتي اوكسيدان نقولوا فيتامين سي، بما انه عنده دور انه ينشط انه الجسم يخرج ولا نقولوا احنا ينتج الكولاجين والليلاستين، دونك لهنا باش نحكيو على انتي فييسمون، معناها نحكيو على لا فيرمتي، لا فيرمتي معناها الوجه شادد نقولوا احنا، فوالا. وفي نفس الوقت اذا احنا نحب نقولوا ايبوس نقولوا المكون الاساسي نتاعو هو مكون اسمه الجلوتاتيون اللي هو ام نقول لنا ماده ام لي زانتي اوكسيدان. اش معنى ام لي زانتي اوكسيدان؟ معناها عندها مفعول كبير برشا وعندها زوز بيان في اي دو بيان في، الاولاني اللي هو عنده دور في انه يعطي نقولوا احنا يتخلص من لي غاديكو ليبر، معناها من السموم اللي تصير من السموم اللي احنا حكينا عليهم، ينجم يوقفهم، معناها ياثر عليهم باش ينجم ينقص منهم باش الجلده تولي تكون في حاله صحيه خير برشا. والبيان في نتاعو الثاني اللي هو يعدل نقولوا لون البشره، نجم نقولوا عنده مفعول كبير على تفتيح البشره. دونك كي نقولوا احنا تفتيح البشره معناها ديزامبيرفيكسيون كيما دي تراس مثلا، تصبغات. ودايوغ باش نعطيو اون فوتو اكزامبل ماذا بيا كان نوريوها، دونك هذيا نشكر الباسيونت اللي هي اي اللي هي باش تشارككم التجربه نتاع الكور نتاع الابوست هذيا. هذيا سي اون فام تونسيه عاديه تخرج للشارع، عندها كونتاكت كبير بالشمس لكن ما تحطش فوالا، دونك الوجه نتاعها كيما ترى تحس وجه تاعب، فما هكا كحوليه، فما ديتراس في الوجه نتاعها، دونك بيان سور هذيا كانت واعيه برشا كيما نقولوا احنا كي خذيت الايبوست حسنت من نمط الحياه نتاعها. وفي نفس الوقت بالمكمل الغذائي لاحظنا الافتر كيما ريت حاجه ياسر مزيانه الوجه، ولا بالحق معناه ولا فما نقولوا احنا تانت اكثر اوموجين اكثر تحسن، حتى فما فيرمتي. وفي نفس الوقت هي بيدها قالت حسيت فما اون هيدراتاسيون، وجه هكا منعوش وجهي كيما ريتو معناه الافون ابخي، حاجه ياسر ياسر حلوه. باهي كيفاش نستعملوا الايبوست مدام؟ باهي المكمل الغذائي هذايا تو سامبلومون ناخذوا دو جيلول باغ جور. اذا كنت انت شخص الهدف نتاعك لابون مين، معناها تحب وجهك منعوش مفرهد نقول انا بيان هيدراتي، دونك تعمل اون كور نتاع شهر. واذا كانوا عندك نوع نتاع تصبغات معناها انت الهدف انك تحب تفتح ولا نقولوا احنا تحسن من لون البشره نتاعك، وقتها الكور نتاعك تقعد مده 3 أشهر من المستحسن. دونك ايبوست مكمل غذائي موجود في لي فارماسي، في لي بارافارماسي، وكيف كيف ليفريزون ا دوميسيل. فهمتك. بي ايبوست وحده يعمل لي هذا الكل، والا يلزمني زاد نحسن من طريقه الماكله نتاعي، من طريقه تصرفي مع الطبيعه كما كنا نحكيو، الشمس يلزمنا ايكرون، يلزمنا نشربوا الماء، يلزمنا ناكلوا صحي، نحيو الدخان كانت كيف، وخاطر من بعد يقول لك لا ما عملي شيء ايبوست على خاطر، ما انت يلزمك تحاول زاد تحسن من حياتك وتستعمل مع ايبوست، مش وحده باش يقوم يعمل هذا كل وحده هكا
حواليه. هو هذيك علاش فاطمه انا جيت حكيت معناها على السلبيات كاخصائي التغذيه باش نوري لي قيمه التغذيه في الـ في الـ نقولينا في التصويره نتاع الوجهه نتاعنا ولا الجلده نتاعنا، معناها هذيك هي صوره الجسم نتاعنا، معناها اذا ما كانتش التغذيه هي الباز نتاعنا وقتها ما نجمش تحكم على مكمل غذائي. صحيح. معناها لاباس اني تعرف اش تاكل، تعرف كيفاش تتصرف، تعرف كومون تو بروتيج من الشمس، ونقولوا احنا تتلهي بروحك بصفه عامه سواء كان من برا والا من داخل، باش يكون هذا مكمل يكون حافز كبير انه باش نوصل للنتيجه المزيانه هذيا. باهي نعرفوا المراه زاده بعد الولاده تقع عندها كلف باغ اكزومبل، مسموح للمراه الوالده هو هذوما اذا كانوا فما مشاكل كيما الكلف مثلا، هذوما تسميو مشاكل هرمونيه، دونك دو بريفيرونس يلفو فيغ ان دياغنوستيك ميديكال هنا. معناتها باش خاطر احنا لازم نوعيو الناس باش كي يمشي مش وحده يشري باغا فارماسي، لازم حتى الباغا فارماسي بدا تعرف شنو تنصحوا وغيره. دونك تحب تتحصل على اي بوز تلقاه في لي فارماسي ولي باغا فارماسي في تونس، ولا تلقاه على التليفون موجوده تويكا اسفل الشاشه، تنجم تتصلوا بهم. حتى الباغا اللي بحذاك ولا الفارماسي اللي بحذاك ما عندهاش لي برودوي نتاع كوالفي، تنجموا تطلبوهم وتطلبوا منهم مثلا يتصلوا بالارقام هذه باش يجيبوا لكم لي برودوي اللي حاجتكم بهم قريب لداركم ولا لخدمتكم. خلينا تويكا نرجع بعدها الشيف سامي. مشكورة فاطمة، نوصلوا توا للسلايطة نتاعنا اللي اليوم كيما أمك حورية معناتها سهلة برشا. كوكو شيف يعطيك الصحة. خلينا نشوفوا سبوت الخاصة بانتر موبل اللي عندهم أكثر من 14 نقطة بيع مفرقة وموجودة على كامل تراب الجمهورية. نعود نذكركم أنه تنجموا تمشيوا لنقاط البيع وتتمتعوا بلي فورفي الموجودين الكل وبرشا دلال مع انتر موبل كيما عودوكم، ولا تدخلوا على السيت ويب نتاعهم الخاص اللي هو www.intermobile.com.tn، ولا عندهم سيت خاص اللي هو انتر موبل اوتليت، تلقاو فيه أكثر من 1000 ارتيكل، فيه دي برومو زادة كتزينوا دياركم وزادة للعرايس راهو عندكم برشا دلال، ولا الناس تحب تبدل بيوت صغارها ولا تحب تبدل حتى معناتها الاثاث الموجوده في ديارهم، امشي وشوفوا لي بوان فونت نتاع انتر موبل، والاكيد الاكيد ماكمش تروحوا ايديكم فارغين وماكمش باش تروحوا كان فرحانين بلي برومو اللي معاهم. فقره نتاع الخاصه بانتر موبل ونرجع.
يا مريتي يا دلولة، ما كتحب في المبل تكون انتي لولة. هاو انتر مبل في المواد المبل كل عادة مدلتنا وبالأسوام والتخفيضات محبلتنا. في انتر مبل الأسوام والمدلات تكذب العين مرات. دونك هذه كانت فقرة انتر موبل. خلينا تويكا نحكيو تغذية باقي مع مدام أميرة دغمان. ممر هذه تحكي لنا عن الناس اللي ممكن ماشي في بالها بعض السوائل باهية والتعاون في الريجيم، ولكن تعملنا برشا مشاكل هالنوعية السوائل اللي تحكي لنا عليها تو. صحيح، خاطر ديما كي نسمعوا سوائل يمشي في بالنا انه ما عندها كان فوائد. اي باغ كونتخ ساعات نسمعوا حتى من لي باسيون تاعنا يقول لك مثلا راني شربتك الحاجه هذيك دونك تعرف اللي هي راهي غالطه، وتنجم حبينا نوصلوا المعلومه المره هذيا للناس الكل باش تكون الفايده عامه، على خاطر باش نقسموا سوائل اليوم باش نحكيوا على اربع انواع نتاع سوائل اللي هما. باش نبداو اول حاجه بالقهوه. ديما كي نقولوا قهوه في الريجيم نقولوا الحقيقه كوب فان، على خاطرها من الحاجات اللي ياسر تعاوننا كليكيد او ميم طون المطعم تاعها كالقوي، واللي هو ديجا يعطينا حتى ريحتها كالبنينه. دونك كاني خذيت حاجه هكايا لمجه، والا كاني عملت بوز ولا عملت طون داغي. دونك كالقهوه هذيك ديجا تعاون بالكدا بالكدا انه بالحق تنقص ياسر من الشهيه، وما فيهاش حريرات اون بلوس، معناها تلقاو فيها ديما التاس نتاع القهوه ما يفوتش اكثر من 5-6 حريرات، اللي هي الحقيقه حاجه نيجليجابل على الاخر. ولكن نشوفوا انه فما برشا ناس تشرب قهوه بالحليب والا تحط زيادات في القهوه نتاعها، كيما ساعات مثلا كريمه، والا تحط باغ اكزومبل الحليب يبدا موجود اللي هو الحليب المركز، ساعات حتى يبدا لايت. دونك هذوما الحاجات الكل ينجموا يعطلونا برشا في الريجيم، على خاطر كي نقولوا حليب، الحليب سي ان ليمون، معناها فيه حريرات اللي هو كي ناخذوه في وسط النهار عباره كاني كليت حاجه. دونك ماهوش كيما القهوه الكحله اللي هي من غير حتى حريرات. دونك لهنا ندخلوا شويه في الحسابات. باغ كونتخ زاده كيف كيف نلقاو انه الحليب مع الكافيين الكومبينيزون بيناتهم عمليه الهضم نتاعها شويه صعيبه، دونك تاخذ شويه وقت في المعده نتاعنا. دو تيل فاسون نلقاو البدن يتلهي فيها كسويعه ولا كسويعتين، عكس القهوه الكحله كما قلنا اللي هي ما فيهاش حريرات، دونك تعتبر من السوائل اللي ماهيش مضرة. دونك كيما قلنا القهوة اللي بالحليب دو بريفيرونس نبعدوا عليها لو ماكسيموم كي نبداو نحبوا نطيحوا في الميزان، وخاصة اللي هي تبدا اوكور دو لا جورني، معناها في وسط النهار وقت ما نقلق ناخذ قهوة حليب، دونك نلقى بلوكاج كبير. ينجم قهوة كحلة ما يقلقش. فوالا حتى كان قصرت منها. فوالا القهوة الكحلة كيما قلنا عندها برشا فوائد، كيما قلنا الكوب فان اللي هي ما فيهاش حريرات، دونك نجم نشربها اتو مومون، بيان سور ديما نبعدوا شوية على الانترفال نتاع الماكلة نتاعنا، خاطرها كيف كيف زادت نجم تبطئنا عملية امتصاص الحديد.
مي باغ كونطخ الافراط منها زاد كيف كيف خايب. لا يعني حتى لو كان نقولوا قهوه كحله ومن غير سكر، الافراط نتاعها ينجم يفرز لنا الكورتيزول اللي هو لورمون دو ستريس اللي هي باغمي لي زورمون دو ستوكاج، معناها تقوي ياسر في التخزين نتاع الشحم على خاطر تخلي الكبده تفرز بالكدا السكر. دونك هذاك علاش العباد اللي تلقاها تشرب 5 و7 و6 قهاوي راهي ماهيش من الحاجات الباهيه برشا اللي تنجم تعاوننا في تطيح الميزان. دونك اللي ننصحوا به اكثر انه باش ناخذوا بين 3 غرون ماكس 4 للعباد اللي يحبوا ياسر القهوه، وماذا بينا اسباسي على طول النهار، اما زيدا ما نطولوش بها ياسر في الليل، سورتو للعباد اللي تقلقهم الكافيين، معناها سنسيبل للكافيين اللي هي نجم يطيش عليهم النوم. وكما نعرفوا زيدا العبد اللي ما يرقدش مليح والا سوايع النوم نتاعو تبدا قليله والا نومه يبدا بيرتوربي بحكم انه خذا كافيين مخر ياسر في الليل، دونك ينجم زاد كيف كيف يعمل لنا انفلونس كبيره على تطيح نتاع الميزان. دونك نلقاو فما بلوكاج على خاطر لاكاليتي نتاع السومي خايبه برشا والا سوايع النوم كانت قليله. دونك كيف كيف زاد ماذا بينا العباد اللي عندها بالبيتاسيون تونسيون طالعه برشا، الكافيين من الحاجات اللي ياسر تقلقنا، وخاصه تو ولينا نشوفوا توندونس نتاع القهوه الخضراء اللي هي برشا قاعدين يحكيوا عليها واللي هي ياسر طايح في الميزان. صحيح على خاطر القهوه الخضراء هي ماهيش قهوه توريفيه، معناها ماهيش محمصه، هي اليتا بروت نتاعها، دونك نلقاو نسبه الكافيين عاليه برشا، اعلى برشا من القهوه اللي تحمصت واللي تعديت برشا مراحل اللي هي القهوه الكحله اللي نحن نشربوها في الاخر. دونك نلقاو فيها نسبه نتاع كافيين عاليه برشا. سي فغي كيما قلنا الكافيين عنده ياسر منافع في انه يقوي نسبه الحرق ويقوي نسبه الايض نتاعنا، ولكن كيما قلنا العباد اللي عندها بالبيتاسيون دقه زايده، العباد اللي عندها تونسيون، العباد اللي ياسر سنسيبل على الكافيين يردوا بينهم برشا، دونك استعمالها المفرط دونك راهي ديجا فيها دوزاج، دونك ماذا بينا ما ناخذوش اكثر من 7-10 كعبات نحطوها في دبوسه الماء اذا تحب تشربها على نغليوها ولا حتى فما الحقيقه شكون اللي يغليها يعملها سو فورم دانفوزيون بيان سور باش تولي الحقيقه اقوى. سينو يخليها نقولوا احنا افخوا، معناها تخليها انفوزيون بارده اللي هي تخليه في دبوسه الماء، وتنجم حتى شكون اللي بيتها ليله كامله، قد ما تقعد قد ما باش تعطي كافيين اكثر. دونك ديما كيف كيف لا افراط ولا تفريط. الكاتيجوري الثانيه اللي باش نحكيو عليها في السوائل هي لي تيزان. دونك نقولوا تيزان اون جينيرال زيد نقولوا حاجه باهيه على الاخر ونجموا نشربوا منها قد ما نحبوا، مي باغ كونتر كي تبدا فيها حشيشه التي ماذا بينا ديما نبعدوها اول حاجه على الوقت الماكله نتاعنا. دونك تلقى روحك ساعات يقول لك انا نعم في ريجيم ما ياسر طايح لي الحديد ومن ريجيم طاح لي الحديد، مي باغ كونتر تلقى كونسوماتور كبير نتاع قهوه ولا نتاع تي والا زاد كيف كيف نتاع لي تيزان. دونك ماذا بينا تبعد شويه على وقت الماكله، وكيف كيف زاد ما تكونش مخلطه برشا حاجات. ساعات تلقى انفوزيون فيها 7-10 مكونات ويقول لك قد ما نزيد قد ما نحسها كاينها باش تعطي فايده خير، راهو نردوا بينا راهي تولي توكسيك كاريمون، معناها سامه ويرد عليكم، معناها فما برشا ناس يتضروا منها. وماذا بينا بالحق ديما لا افراط ولا تفريط، لي دوزاج نتاعها يكونوا بيان اتيدي، وماذا بينا بيان سور نشربوا اما ما نفوتوش إيترا زيدة في النهار. معناها فما شكون اللي يشرب بكثرة وكما قلنا يعمل لك الترموس وكل ما يحس روحه يعطش يشرب الماء ويقول لك نحسها كاين هي أبن من الماء وإلا الماء ما عينيش ياسر فيه ولا ما نحبش مطعمه برشا. دوك يمشي أكثر فيغ لي تيزان ولا لي زانفوزيون. صحيح باهين برشا عندهم ياسر فوائد انه ينظفونا البدن نتاعنا، ديتوكسيفيون يطردوا السموم من البدن اللي تخليها بدورها البدن كي يبدا نظيف دونك يحرق خير، ولكن زاده كيف كيف ما نفوتوش ايترا وما نكثروش ياسر في المكونات نتاعها ونبعدوها شويه على وقت الماكله. توا باش نمشيو للكاتيجوري الثالثه والا السائل اللي هو الثالث اللي هو العصائر الطبيعيه اون جينيرال. العصائر كي نقولوا سورتو توا وقت البرقدين دونك برشا يسالونا على جو دورانج اسكو مسموح نشربو وقت اللي نعمل في ريجيم اليمونتير، ونحكيو هوني بالحق راهو العباد اللي تحب تنقص في الميزان. دونك لهنا الجو دورانج والا السوائل الكلها اللي هي تبدا العصائر الطبيعيه راهي ما تعاوناش برشا باش ننقصوا في الميزان.
على خاطر اول حاجه كي باش تعصر انت البرقدين اللي فيبغ نتاعو الالياف نتاعو الكل باش تقعد الفوق، وباش ناخذوا كان الماء والفركتوز اللي هو السكر الغله. دونك اول حاجه باش تتحصل على كيس لازمك باش تاخذ 3-4 كعبات تعصرهم. دونك ديجا فوت لا بورسيون نتاعك اللي انت لازمك تاخذ كل كعبه اللي نحنا متفاهمين عليها في الريجيم. دونك فوتنا لا بورسيون. وثاني حاجه لا كاليتي نتاع الجو نتاعك ولات فقيرة من الألياف اللي هي تخلي كعبة البرقدين ما تطلعش البيك متاع السكر، على خاطر الألياف هي تبطئ عملية امتصاص السكر. عبارة كأنه باش نبسطولهم كرهبة تمشي في 50 كيلومتر وواحدة تمشي في 100 كيلومتر. دونك الألياف تخلي عملية امتصاص السكر أبطأ برشا. هذيك علاش كي ناكلوها غلة كاملة بأبراجها بكل، أول حاجة نشبعوا خير خاطر السكر باش يكون اقل، دونك تشدني اكثر في معتي وعمليه الهضم نتاعها كيف كيف زاد تاخذ شويه وقت. باغ كونتخ السوائل ديما البيك نتاعها المؤشر الجليسيمي عالي برشا، وكيف كيف زاد ما فيهاش الياف. دونك نحس انه في ظرف درجين ربع ساعه نجم نشرب حتى زوز كيسين اخرين ما يقلقش. دونك العصائر اون جينيرال يعملونا بيك نتاع السكر عاليه، وكيف كيف لا كونتيتي باش تكون فايت الدوزاج نتاعنا. حتى كان مازدناش سكر مادام، حتى لو كان مازدناش سكر كومبليتمون نحكيو على عصائر طبيعيه، على خاطر الغله كما نعرفوا فيها الفركتوز اللي هو سكر الغله اللي هو سكر طبيعي سي فغي، ولكن سلاح ذو حدين. دونك ما نجموش ناخذوا منه بكميات مفرطه بيرة. وما نجموش زاده كيف كيف نقول غله خير من حاجه اخرى. تو سي فغي كان انا يسالني باسيون يقول لي مثلا لو كان باش نعمل ايكاخ مثلا باش نبلبز حاجه نحب نشرب يا اما كاس عصير طبيعي والا ناخذ حاجه اخرى سكري، بيان سور باش نخيروا انه اكيد عصير طبيعي خير برشا، ولكن ماهوش باش يستعملوا يوميا والا بكميات كبيره برشا اللي تخليه فريمون ينجم يغلط والا تعمل له بلوكاج من غير ما يفيق. يقول لك شبيه ميزاني ماهوش قاعد ينقص، مي باغ كونتخ هو يشرب في زوز وثلاثه كيسين نتاع عصير في النهار. اوكي بيان سور هنا ماكش تحكي على بيور جوس، على خاطر بيور جوس هو بالحق طبيعي، واللي تحب من تحكي على الناس اللي تحب تعمل ريجيم اللي يحبوا ينقصوا في الميزان اللي تحب تذوق العصير. دونك نحكيو على بيور جوس اللي بالحق هو طبيعي 100%، كيف كيف ما فيهش ملونات، ما فيهش حاجات زايده، ما فيش كونسيرفاتور زايده. تنعطيكم من بعد لي كونتاكت نتاعهم، سيت ويب كيما تشوفوا بيور جوس بوينت اي ان. ما نحبش نقص على كلامك، اما بالحق باش ما يقولش بيهم يعديو في الجو اون ميم تون يحكيو يقول لك الجو مش باهي. لا نحكيو الناس على الناس اللي تعمل في ريجيم وستريكت وتحب تضعف، نجم تاخو قالت لك كويس اذا كان حاجه ناتشورال خير من ايكار يكون حاجه سكري والا حاجه تكون فيها سكر. وكما قلنا ديجا اكدنا من الاول انه العبيد اللي يحب تنقص في الميزان ولا العبيد الديابيتيك زاد كيف ينجم ياثر عليهم. ما كانش فريمون لصغيراتنا ولا العبيد اللي يحبوا لي جو ولا اللي يحبوا ما يشربوش ما ياكلوش برشا الغله سورتو، علاش ليه العصائر تكون كبديل انه ياخذوا الفيتامينات نتاع الغله اللي هي حاجه بيا. اخر حاجه باش نحكيو عليها اللي هي الماء. برشا عباد يمشي في بالهم انه كي نشرب كميه نتاع ماء كبيره حاجه هايله، هي سي فغي هو حاجه باهيه برشا، ولكن تقسيم الماء مهم. خاطر ساعات فما ناس باغ اكزومبل تقول لك انا بحكم الخدمه ولا بحكم القرايه ما نلقاش وقت باش نشرب ولا ما نحبش نشرب الماء باش ما نتعطلش في وسط نهاري. دو بريفيرونس في اخر النهار نشرب كميه الماء اللي لازمني ناخوها. دونك كميه الماء اذا تكون كبيره في وقت قصير راهو البدن ما يستفادش بها. دونك نلقاو مشكله احتباس الماء مازالت موجوده ومازالت ما تحلتش. دونك دو بريفيرونس نقسموا شربين الماء على طول النهار، ماذا بيا كميه صغيره. ساعات نقول حتى فما دي باسيون يقول لك كيما قلنا ما نحبش مطعم الماء ولا ما نشربش الماء. دونك دو بريفيرونس تاخذ جوغ ماء ديغورجي، تبدا الدبوزه قدامك وقسم مثالش على طول نهارك، والا اعمل معدل كل ساعه غير بون صيف ساعه تشرب كاس اللي هو نتاع 200 250 مللتر. ولا دبابز الصغار ولا دبابز الصغار صحيت حاجات ساهلين. ساعات تنقلهم حتى تنجم تطعمها تحط فيه نعناع، تنجم تحط فيه قارص دو تيل فاسون. نعناع زاده يبدا فريشك دو بريفيرونس باش يعطيك هاك المطعم البنين واللي يخليك فريمون تقبل على شربين الماء. اما كيما قلنا ما لازمناش نشربوا الماء بكميات كبيره في وقت قصير، خاطر البدن يستحق كونتيتي صغيره باش ياخذها والباقي كل باش يخرجها. دوك يمشي في بالي الو انا قاعده نشرب في كميه نتاع ماء مهمه وامبورتونت، مي نلقى بدني او ميم طون شايح من الماء. دونك طريقه شربين الماء زاده كيف كيف عندها دور كبير في انه تعاوننا باش ننقصوا في الميزان وخاصه احتباس الماء والا بيان سور لا.
فما زاد اللي في الليل يقوم يشرب برشا 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 ويقول لك هكا نشرب شويه نهارتين ولا زاد كنت تلاحظها صحيت فتوما نلقاو اون جينيرال العباد اللي ياسر تشرب الماء في وقت في السحور تلقاها تعطش برشا في بقيه النهار على خاطر كما قلنا ما هو ما يعطيش الوقت المسموح والا يعطي الانترفال الباهي لبدنه باش يتروي بالماء تلقاه ياسر الوقت قصير دونك يشرب في كميه كبيره باغ كونتخ البدن باش ياخذ 300 والا 400 مليلتر فك الوقت هذاك والباقي كل باش يخرجوا كسوا في عرق والا باش يخرجوا زاده بطريقه طبيعيه دونك البدن بطبيعته يفرز الزايد الكل دونك يمشي في بالي لو انا قاعده نتروي بالماء البورسنتاج ادريك نتاع بدني عاليه معناها نحب اكل الاحتباس نتاع الماء في الريجيم على الاقل ينقص بتنقيس الملح بشويه اكتيفيتي مي نلقى لي فيه هذاك ماهوش موجود دونك تلقى طريقه شربين الماء هي اللي غلطه دونك نحاولوا كما قلنا نقسموا والا نشربوا دي غورجي ونجموا نطعموا بالنسبه للتيزانه ايترا وبالنسبه للكميه البقيه ماذا بينا تكون ماء عادي طبيعي باش البدن كما قلنا يستفيد بالليكيد الكل بلي سؤال كان تسمع فما عباد تخلط بين الديتوكس والدريناج شنو الفرق بيناتهم خاطر نقول لك الحاجه وحدها ولا شنو هو بالنسبه للديتوكس والا الدرينور عندهم الحقيقه زوز لي دو افي اللي هو يدروا سموم من البدن نتاعنا دونك يخرجوا لي غاديكو ليبر ويخرجوا لي توكسين اللي هما بدورهم يخليوا البدن في وقت الرجيم يتعاون بالقدي على خاطر راهو حتى كي نحرقوا الشحم معناها وقت اللي تصير نقولوا احنا كالمعمل كي باش يدور وكال الحرقان نتاع الجريس في البدن باش انت تلقى كيلوات قاعدين يتيحوا هذيك ديجا الميكانيزم هذيك يفرز سموم ما بالك انه هو ديجا كما قلنا ليجيان دو في غلط معناها كو سوا فما دخان والا برشا ستريس والا ماكلته كانت غالطه برشا في برشا مقالي في برشا سكر في برشا ملح بدنه بطبيعته هو لام برشا لي توكسين دونك لي ديتوكس والا لي درينور يعاونونا في المرحله هذيا انه يدروا السموم البدن نتاعنا لي ديتوكس ممكن يعطيو اكثر دي بيان في نتاع لي كوب فان خاطر اون جينيرال باش تلقاهم حاجات مرحيين كيما نرحيو الخيار نرحيو النعناع القارص دونك تعطيك التكستور نتاع سموذي والا جو اللي هو رزين شويه دونك ينجم كي نشربوه نحس روحي نتقنع اخي ماهوش هو الباز نتاع الريجيم نتاعنا دونك هذا اللي نحبوا ديما ناكدوا عليه الحقيقه مش معناه نشرب كاس نتاع ديتوكس وبعد ننسى فطوري نتاع الصباح كومبليتمون ولا فطوري نتاع القايله راه ما يعوضش وجبه دو بريفيرونس اذا ما نكثروش ياسر في الغله في رحيين الديتوكس خاطر كيما قلنا الغله ديما المرحيه تعطي بيك نتاع السكر عالي برشا دونك ماذا بينا نمشيو اكثر مع خضره مع كيما قلنا نعناع نجمو نحطو قارص زنجبيل حاجات اللي ما يعطيوش حريرات برشا او ميم طون زاده كيف كيف يعاونونا لازم نكونوا مرحيين مش معنا ديتوكس نحط الماء ونحط فيه شويه خيار وشويه نعناع لي دو فيرتو صحاح لي دو ايتود صحاح الحقيقه مي باغ كونتخ كي تحطوا في الماء لازم على الاقل 8 اور على الاقل 8 سوايع باش يعطي ليفي نتاعو ويعطي مفعوله باغ كونتخ كي يبدا زاده كيف كيف مرحي كيما قلنا باش يكون غني برشا بالالياف دونك العباد اللي عندهم مشاكل نتاع الهضم العباد اللي عندهم مشكله الجوع يجوع برشا دونك ينجم يكون ككوب فان في وسط النهار مي ماذا بينا كيما قلنا ما يكونش فيه غله باش ينجم ما يكونش فيه اعراض جانبيه والا ما يكونش فما بلوكاج غراتويتمون قاعد يصير للبدن. والدرينور اللي هو نفس الشيء. الدرينور اللي هو يتخلط في وسط الماء والا باش يكون سو فورم دو تيزان حتى نعملوه في ميزان. اللي هو اون جينيرال باش يكون كيما لا فورم نتاع انفوزيون والا اون تيزان بيان سور حتى راهو لي ليكيد يعملوا لي كوب فان معناها انا كي نشرب شوب كبير نتاع تيزان ولا نتاع انفوزيون ولا نتاع درينور مخلط بالماء اول حاجه مطعمه بنين دونك كيما قلنا يشربنا في الماء فوالا دونك يخليني نقبل على شربين الماء ولا ساعات يقول لك شريت درينور وخلطته دونك اوبليجي لازمني نشربه ساعات انكونسيامون يولي الباسيون يقبل على انه يشرب الماء دونك parmi les حاجات سورتو نصروا عليهم كي يبدا الباسيون ماهوش حبيب ياسر في شربين الماء والا ينساه كاريمون. ميرسي بوكو مدام اميره دورمان ميرسي يا ميز انفيتي يعطيكم الصحه خلينا نخرجوا فاصل ونرجع. Thank you.
علاش لا؟ سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حذرناه سلة سلة، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ Very nice.
حارة. اوبا ده جامدة يا عم. نايس. ممتازة. بنينا. رائعة. حلو بس حارة والله لسعتها قوية. طبعا ميسي يا لو. عسل. الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على مشان الجو نفس النوع بس تقدمه نادى ربه نداء خفيا حسن الى احسن بالنسبه لبيرتا عهدت وفات كان باب كانوا باب الجنه تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري واهلي واحبابي واصدقائي وكلهم كانوا مكابيري بسم الله والله اكبر نور المكان كامل نور هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر البدن بدا نغزو وفعلا صحيح يقول يا رب ان شاء الله في العوده تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة LG جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية LG Life is good. يا مريتي يا دلولة ما كتحب في المبل تكون انتي لولة هاو انت المبل في المواد المبل كل عادة مدلتنا وبالأسوام والتخفيضات مهبلتنا في انتر مبل الأسوام والمدلات تكذب العين مرات الجمال الطبيعي حاجة نلوج عليها الناس الكل وكي نقولوا جمال طبيعي ما نجمو نقولوا كان بموج الطبيعي بخبرة سنين في مجال الكوسمتيك بيو ومع خبيرة الأعشاب منيا غزيل بموج توفر لكم دي برودوي 100% ناتورال وطبعا كي نقولوا 100% ناتورال نقولوا pH neutre
sans parabène et sans conservateur. منتوجات مستخرجة من أجود أنواع الزيوت والأعشاب النادرة والطبيعية، مصنوعين بجودة وحرفية عالية ومحفوظين في أفضل الظروف باش تراعي الصحة والسلامة. بيمو تعطيكم الحلول السحرية والطبيعية. زوروهم في دو بوان فونت في تونس العاصمة، المنزه الخامس نهج الخلفاء الراشدين، وفي سوسة سهلول شارع ياسر عرفات إقامة ملكة.